اعتصام. وطالع أيضاً عبر شبكة الشروق، البرلمان العربي يساند السودان ومصر في حقوقهما في مياه النيل. أكد البرلمان العربي أن الأمن المائي السوداني والمصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد في ختام أعمال جلسة البرلمان في دورة الانعقاد الرابع يوم الخميس أمس بالقاهرة على عدم الإضرار بالسودان ومصر، ورفض المساس بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل. وأكد البرلمان العربي أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الأنهار المشتركة والاتفاقيات ذات الصلة، ودعا لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اتصالا بمشروع سد النهضة، ومنها إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم. بعد خطاب إيقاف المفاوضات في سد النهضة ما بين الأطراف الثلاث، التراشقات الإعلامية وما نتج عنها من آراء سلبية، أخيرا في ختام القمة في سوتشي تم الاتفاق ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا أبي أحمد على استمرار جلسات التفاوض حول هذا الموضوع. إلى أين وصل؟ لا ريب المتابع لشأن سد النهضة يلحظ أن التشادد الذي يحدث دائما وأبدا ما بين إثيوبيا ومصر، فلذلك الموقف السوداني أحيانا في الفترة السابقة يميل قربا للموقف المصري، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر جليا لكثير من متابعي هذا الشأن أن الموقف السوداني أقرب ما يكون إلى الموقف الإثيوبي، لكن بين قوسين مع الحفاظ على مصالحه، لأنه السودان ينبغي أن نفهم ليس دولة وسيطة ما بين إثيوبيا ومصر في هذا الأمر. السودان دولة شريكة مثلها ومثل مصر وإثيوبيا، فلذلك هي كما قال حسام جزء لا يتجزأ، يعني part and parcel of the whole issue، يعني هي جزء أساسي زي السوار في المعصم فيما يتعلق بهذا الأمر. المفروض الآن السودان يضع موقفه واضحا فيما يتعلق بمصالحه، ولا يرى مصالح أخرى إلا في إطار مصلحته. الأمر الثاني، حدث تراشق إلى الدرجة التي تحدث فيها أبي أحمد أنهم على استعداد خوض قمار حرب إذا استدعى الحال، لكن بعد لقاء توسي في روسيا تقاربت المواقف وأبدى الطرفان حسن النيات في التعامل مع هذا الملف، وإن كان السودان قد غيب في ذاكم اللقاء، إلا أن تدارك الأمر يتطلب أن تعمل الدول الثلاث مجتمعة مع بعض للوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة.